الكرة العادي فترة الكبر بتاعت لعيب الكرة تبقى أكبر من اكبر. فترة. ليه بقى؟ ليه بقى؟ لعيب الكرة بيمرن كل عضلاته، ايوه. يعني في التمرين الواحد بيشتغل على كل حاجة، بيمرن كل حاجة، بيشتغل على الكونديشن أكتر كمان. لعيب كمال الأجسام يعني بيشتغل على الكونديشن اكتر. يعني أنا عندي مثلا باور وكونديشن، بتاع كمال الأجسام هشتغل على الباور، تمام بتاع الكورة أو الباسكت أو الفولي على الكونديشن، على الحالة بتاعته تمام اوكي كفيتنس بقى تمام وغيره والكلام ده. مفهوم. فبالتالي لعيب كمال الأجسام بيسايكل التمرين بتاعه، يعني انا اتمرنت النهارده كوادريسبس اماميات، بكره هتمرن ابر، تمام هتمرن دراع، ما بعده هتمرن ظهر، فمش كل يوم نفس العضله عليها نفس اللود، تمام لكن لعيب الكوره كل يوم نفس جسمه كله، العضلات عضلات جسمه كلها كلها في عليها مفهوم. نفس اللود، فاصبح تايم الريكفري بتاعه، لا لعيب الكوره محتاج لوقت اكتر للريكفري من لعيب كمال الاجسام. طيب بالنسبة للكورة بقى، الحقيقة انه المواسم متلاحمة، بل في موسم زي اللي فات مثلا الاهلي هو الاكثر خوضا للمباريات لانه لعب محليا بالظبط وافريقيا، واشتكى بشدة من فكرة تلاحم المباريات وان اللعيبة مش لاقية وقت اساسا ان هي تتمرن، لانه بيخلصوا مباراة بيريحوا يوم او بيستشفوا يوم ويدخلوا على المباراة اللي بعدها. في مثل هذه الحالات ازاي بيتم عملية الاستشفاء؟ احنا من الاول خالص ببقى واخده مقسمه السيزون بتاعي، بري سيزون او الاوف سيزون قبل الموسم ما والسيزون يبدأ. نفسه واللودنج والدي لودنج سيزون. طيب انا من قبل السيزون ما يبدا انا لازم ااهل اللاعب ده ان هو عنده اللود ده من المباريات، عنده التحميل ده، فكفتنس لازم يعلى، لازم يعلى من قبل السيزون ما يبدا اصلا. أي. طيب دخلت في السيزون وانا عندي ماتشات كتير قوي، انا بقول لك تايم الريكفري بين كل ماتش والتاني او تمرينه والتانيه علشان الجسم يبدا يعوض الديستراكشن او الخلل اللي حصله نتيجه التمرين، تبدا الالياف يحصل لها ديستراكشن، تبدا انزيمات كتير في الجسم تقل وترجع تزيد، انا محتاج 48 ساعه تمام بين التمرينه والتانيه او الماتش والتمرين. تمام طيب انا اصبح دلوقتي انا عندي تلاحم ماتشات مظبوط. ومباريات وغيره، مش هينفع يبقى عندي تايم الريكفر ده، مش هينفع اخلي لعيب يلعب ماتش النهارده وهو عنده كمان 3 ايام ماتش واريحه يومين، فايه فهو الحل؟ لازم بكره ينزل. ايه الحل في الحاله دي؟ ان انا لازم يبقى عندي في الانديه كلها متوفر لجنه طبيه كامله من العلاج الطبيعي والفتنس والمساج والنيوتريشن مثلا، التغذية. التغذيه بالظبط. هو لازم يعمل سيشن ريكفري بعد كل تمرين، لازم يعمل استشفاء عضلي، مش خلاص مش هياخد، دي الحاجات اللي بتسرع بقى الاستشفاء اللي بنقول عليها، طالما ما عنديش الفرصه ان انا اقل في الوقت، لا خلاص انا اديك حاجات تساعد معاك ان انت تريكفر بسرعه. جلسه ريكفري ممكن يكون الكابينج او الحجامه من ابرز الحاجات دلوقتي ترند، يعني احنا شفنا الاولمبيات اللي فاتت واللي قبلها كل السباحين مايكل فيليبس وغيره صح. كله بنزيما، لو دخلنا على بنزيما نت تقريبا هنلاقي بشكل اسبوعي بنلاقيه منزل صوره وهو عامل حجامه. الكابينج، احنا عندنا بتعمل ايه الحجامه؟ ايه مدى اهميتها؟